انا ما فهمت هذه القضيه. انت كتهضر وكتشوف عرفتي علاش كيجي كيبوس وجهي عرفتي علاش كنت عزيز عليهم. لا هذا الاتحاد يعني خسر واحد المبلغ اللي تقريبا تيتسير به ريال مدريد وبارسا. خسروا مبلغ كبير اي باش يديو شي كاس. 25 سنه 25 عام ما عمرهم داو شي حاجه، ما باقيش داو شي حاجه. وهنا فاش جابوني انا داو الثلاثيه. ما عمر شي فريق في السعوديه دا الثلاثيه. مع كاين كاس الاتحاد وكاس ولي العهد وكاس الملك. داوهم هذاك العام بثلاثه. وقبل ما يلاه فاش جابوني قلت لهم بنا نديو الثلاثيه. هي فاش هزوا عليا الساحر. هي فاش سموا عليك الساحر. الساحر. قول لي سي دابا انت اخويا البهجه، ملي كتكون كتلعب شي ماتش كتربح، بعض المرات كيجيوك دي بريم، وبعض المرات سمعت ان كانوا شي ناس تما شيوخ ولا امراء كيعطيوك دي شيك ولا كيقدر يتلاقى معاك يعطيك هديه يعطيك مكانه كدير 20 مليون، واش هادشي فري؟ لا تاوق. انا عاود لكم وحده. اها. لاعبين واحد الدومو في نار مع الهلال. ولعب انا وكماتشو قدام. وهذاك الماتش كماتشو ما باتوش الكرة. كيما ضربها تحط عليه راس الكو تيفلتها. كيما درتي ليه تيفلتها بركو عليه بالسبان. واحد زاد واحد الكرة مديتها ليه دار لا كونترو يا ضرب ليه حدا بونتوش. واحد زف عليه بمكانة. شير عليه بمكانة. هو هزا برد عليه قلت له راه نخبيها حتى نكمل نعاود لك عليها. اش قلت لي؟ راه نخبيها قلت لك نكملوا نعاود لك عليها. نعاود لك عليها. اش عاودتي لي عليها؟ دوكا هو فاش انا جايه في السماء بانت لي اش فيها. هو هزاف قلت لي راه ناخذها نكمل نقول لك اش فيها. هذيك بعناها للكابيتان ديكيب ب 60000 دولار. تبارك الله. 60 مليون. الكابيتان ديكيب ما هي ما عرفتش حتى تدير. ما عطيهاش حتى تدير. وهذاك الكابيتان ديكيب هو اللي شراها عندي. حنا نزاف عليه بما كان ما عرفتش حتى تدير قال لك بغي قبضه يعاود يردها لي. عمر شي حد زف عليك في حاجه اخرى؟ هذا ما عمر شي واحد زف. هنا فاش كنتي كتعرف في البطوله باش كيقولوا كيزفوا عليك؟ بالحجر. شوف اجي واش بصح شي نهار لعبتي في المنتخب ديال موزمبيق؟ شي مره كنتي لعب شي ماتش ما عرفتش واش لعبتي ما غلطوا لك في السميه ولا شي حاجه. المهم نشوفوا الفيديو نعلقوا عليه من بعد. للاسف محاوله ضائعه من طرف اللاعب الموزمبيقي فالوندي. هذا اللاعب الذي عادة ما نجده في وضعية تسلل، المقابلة مستمرة دائما على إيقاع البياض ومحاولة خطيرة. سمعنا بأن مورا الماتش ديال بلجيكا في 94 وأنت ممنوع من دخول التراب البلجيكي بتهمة إهانة موظفين أثناء مزاولة عملهم. يمكن. عرفتي واحد الإهانة درتي لهم؟ نشوفوا الفيديو. مع بلجيكا. شوف 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 إهانة هادي. هاد القلبات كانوا عندك سبيسيال. أنت كنتي كتهز عليك دريبلي كثر ما تماركي ياك؟ لا بالعكس خصك تماركي بلا ما ندريبل. ضروري خصك تدريبلي. ضروري ياك ما كتدريبليني في الأسئلة هنايا. لا. قول لي شحال من كاس ديتي في المسار ديالك هاد الآن؟ في المجموع في التاريخ ديالك. التاريخ ديالي شحال تقريبا؟ 32. كاع الكيسان ديتيهم. قال لك كاس حياتي. تبارك الله 32 كاس. 32 بطولة. وهاد القضية ديال شحال من مرة كتمشي كتقلب كلشي وكتوصل البوطو وكترجع. علاش؟ هذا كان طالع ليا الدم.
واش كتنتقم من المدرب ديالك ولا مجنون؟ اه واش فري؟ والله العظيم واش انت بعقلك؟ هادي فعلا طرات ليا مع في السعوديه هادي لاعبين دوما فينال ديال كاس الملك وانا جيت لقيت راسي قاعد في الاحتياط مشيت عند المدرب كان ديك الساعه واحد مدرب بلجيكي ديميتري قلت له علاش احتسيني؟ قال لي انا المدرب بغيتك تقعد في الاحتياط مشيت قعدت قاعد خسر بواحد في الدوم فينا قال لي انا تسخن ما تنشوفش فيه كاع تيقول لي داير انا ما تنشوفش حيت كاع نض قال لي سخون قلت له لا ندخل هكا ولا نمشي في حالي بلا سخون ندخل بارد ندخل هكا 58 درجة الحرارة تماك 60 اش بغيت سخون سخون هادشي كيجي سخون اكثر من هادي زيد دخلت ماركت التعادل وماركت باش دزنا لا بالفينال خاسرين بواحد ولاعبان هذيك الساعه وانا قلب الاول الثاني والجول ومشيت ودرت على البوطو وانا رجع ثاني نزيد الصنط تنزل لي المدرب هكا قلت له علاه الدوم الفينال اللي ما دخلتيني من الاول في الصغر كنتي كتلعب بديك الكره ديال جدرام شحال كنت كدير ديك الساعه درهم ولا جد ديال البلاستيك تعقل عليها تعقل عليها ما تعقلش عليها انا بغيتك تجونغلي بها ندخلوها صافي غتنوض دابا تجونغلي بها ولا تقلب شي حد بالزومه ونختار يلا تصفيقه على احمد البهجة عقل على هادي هادي راه صعيبه لان كتكون عوجه صعيبه في الجونغلاج انا نطلب منك دير منها غير 10 الا درتي منها 10 دابا نقيد صعيبه شويه واحد شحال بغيتي 10 واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه سعود 10 انا ما بقيتش بيت نتحداك صافي تبارك الله عليك تصفيقات على البهجة عندي ما يسالك فعلا صعيبة 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 باش ميتريزيها لأنها خفيفة بزاف والبلاستيك إذا ما كنتيش إذا ما كنتيش بهجة ما ت قاس حيت تبدا تجونغلي ما خصكش تمشي معاها بزياده خصك ديما تضرب لها العكس هي تتفنت حتى خصك تتفنت هذه اللي تعلمتي فيها سي البهجه انت معروف اللي كتنفعل دغيا وسمعنا بانك شي نهار في شي جمع عام ديال الحكام طلبتي من واحد الحكم باش يحكم لك في شي ماتش وما بغاش ضربتيه فري اش هادشي يا سي البهجه علاش ضربتي الحكم؟ ايوا قال كلام ماشي شنو قال؟ كلام خايب قولوا حنا نديرو طيط هاد القضيه كيعاتبوا عليك الناس هاد القضيه البهجه من الحوايج اللي ما بعض الناس كيقولوا هادشي اللي تيخلي البهجه ما يعيطوش ليه بزاف الحوايج لانه كينفعل دغيا لانه كيقدر يضرب كيقدر نقول لك واحد الحاجه بعدا هذه قاعده في المغاربه كله اي انسان تيكون متواضع معهم الا تلقى المشاكل انا هذا انا في حياتي ما عمرني جبت شي واحد في حياتي قبل ما نلعب الكره ديما وبعض الخطرات تنكون هي كاع تيجي واحد تيضرب بيدي باش نوض انت تخاصم معاه انت قاعد انا طرات لي وحده ثانيه في مراكش جيت لقيت طوموبيل فيها الصابو هادشي اللي بغيت نسولك بغيت نسولك مالك مع صحاب الصابو جيت لقيت الصابو الله شاهد عليا على هادي اللي بنقول لك اذا كذبت ما نوصلش لمراكش جيت لقيت الصابو عيطت ليه
تعالوا خويا الطومبيل في البلاصه في الالفانيه راه تعلق ليا الصابوله جاتي جد. جا قلت ليه شحال؟ قال لي 800. عطيتها لي انا عطيتو باقي الله عطيتو 100 درهم. ديز واحد السيد قال لي ما قلتي ما دي الصابول هي اللي بيجا هذاك ما عطاش. قال لا عطاه ضرب هذاك مصاب ناض هذاك مشى لعندهم لا سميتو قال لهم البيجا اللي ضربني سخ عليك انت. سمعت لافير في المحكمة ومش في المحكمة كاع تهموك بانك انت ضربتيه دونك انت ما قصتيه هو غير البطل. انت البهجة كيعرفوا عليك الناس انك ضحوكي ونكيتي وفي نفس الوقت كتكون مع الصب بعض المرات ودغيا كيطلع لك الدم. غادي نشوف واحد الفيديو ديال هاد جوج حالات اللي كتكون فيهم كتكون مع الصب واش كتكون كضحك. نشوفوا الفيديو ونتلاقاو. الله بغا يبدا ودارت واحد يمش تفا هذاك الشي مع طار هذاك هذاك مفرج ويد هذاك ضل طاكو وقولي الله قالي ما قالي شرب بالدجاجه قالي حط لك دجاجه المشا حنا تنقولوها وتنعاودوها ما عمر كرة القدم تزيد إلا كان دير به بحال الرجاء الوداد خص مدرب حكم أجنبي كان دير به هنا يجيبوا حكم من البروميان سيري ماشي بالاربيت غير تيصفر غير هكاك وشتي البيت البيت ديال البيت الثاني راه هي انا نعتز الكره وكل شيء ما كانتش فيها ارجو. زعما ليانيت طلع لك الدم وقال لك لقاو ارجو نيت وما اعتزلتيش ما كاينش. عاودينا شي نكيت عندك ما نكت شويه عاودنا شي نكته مراكشيه ياك يا راه ثقة البهجة. هذا واحد المسخوط تيقعد في راس الدرب تيقعد تماك عاصر هو يتم يجي عنده واحد علاش انت هو مسخوط الدرب؟ قال لي هو انا. قال لي لا انا سخت منك. قال لي لا ما تكونش سخت مني. تيقول الله لا انا سخت منك. تيقول الله ما تكون سخت مني. تم ديزا واحد المرأة مقدية غادية مسكينة وقبضها هذاك اللي جا عند هذاك قال لها انت هو مسخ ويبرك عليها قال لها شتي السخت كي داير؟ قال لها شتي تقول انت دابا؟ قال لها شتي السخت؟ قال لها امي هذيك اللي تضرب. انت بعدا مرضي ما عمرك انت مرضي الوالدين من هذا بزاف كاع مزيان. سير بهجة واحد الوقيته كنبغيو نديرو مع الضيف نعطيوه بعض الاسئله اللي فيها شويه احراج ياك. هي فقره الهريسه. عندنا واحد الطاجين ديال الهريسه ياك. حنا بغينا نديرو معاك واحد اللعبه. شربتي الماء هو الاول. غادي نعطيوك بعض الاسئله وخصك تجاوب جواب مباشر. يعني غادي نسولك وخصك تجاوب جواب مباشر وإلا رفضتي الجواب وما بغيتيش خصك تاكل معلقة الهريسة. متفقين؟ واضح ياك؟ نعطيك أربعة الصور ديال المدربين في المغرب وبغيتك تقول لي شكون هو أحسن واحد فيهم بالنسبة لك. كاين بدو الزكي، رشيد طوسي، محمد فخير وعزيز العمري. شكون في هاد الربعة؟ خذ وقتك. شكون في هاد الربعة المفضل بالنسبة لك السي أحمد؟ فخر محمد فخر. شوف غالبا الضيوف كيفضلوا أنهم ياكلوا هريسة على أنهم يديروا بحال هاد الاختيارات. تشكرك على الجرأة ديالك الصراحة. غنعطيك صور ديال بعض المدافعين وغتقول لي شكون في هاد المدافعين في نظرك اللي يقدر يوقف البهجه فيها ما تشوف الطوب ديالك. شكون هو المدافع اللي ممكن يمحنك شويه في هادو؟ واش مالديني، كانافارو، بويول، جون تيري، نور الدين نبت؟ هما الصراحه كاينين جوج. لا غتعطيني واحد. واحد شكون هو اللي بالنسبه لك اللي يقدر
ونبت. نبت متاكد؟ ما كتجاملش البهجة؟ عرفتي علاش؟ حيت هذوك ما تيعرفوني هذاك تيعرفني. كيعرف لك القوالب ديالك. لا لا بصراحة والله ماشي زعما أنا تنجامل النبت ولا نقدر نجامل الزاكي اللي دروك في ليكيب ناسيونال، نقدر نجامل الطوسي، ولكن أنا معروف في المغرب عندي الصراحة. ديريكت. الصراحة. آخر سؤال ديال هريسة، شكون هو أحسن فريق اللي كاين دابا في البطولة الوطنية بالنسبة لك؟ اللي كاين دابا؟ تطوان. مغرب تطواني. عندنا واحد الميكرو تروطوار، سولنا الناس في الشارع على واحد السؤال عنده علاقة بانتشار ظاهرة الشغب في الملاعب. قال لك اسيدي قررت الدولة بأنها تمنع دخول جمهور الملاعب لمدة سنة. يعني الجمهور بسبب الشغب اللي كيديروه البعض، قررت الدولة أنها تمنع دخول الجمهور للملاعب لمدة عام. اش بالك في هذا القرار؟ علاش بيديروا بحال الإنجليز؟ شنو داروا؟ تيبان لك الجمهور هو قاعد بحال هكاك واللاعب جايز من حدا وتيلعب، وأنت واحد ما قديتيش دخل غير خطوة، غير خطي رجلي. إلا دار هذيك الخطوة عملية الحبس. هكاك. واخا دير اللي دخلتي عملية الحبس. حنا تنعرفوا بان للاسف كنعانيو من مشكل وظاهره ديال الشغب في الملاعب اللي نتمناو انها ما تبقاش. قبل ما تهضرنا على الظاهره هذه غادي نشوفوا الميكرو تروطوار كيفاش جاوبوا الناس على هذا السؤال ديال ان الدوله غادي تمنع ولوج الجماهير للتيرانات لمده عام بسبب الشغب. نشوفوا الناس شنو جاوبوا ونتلاقاو. ماشي هذا هو الحل اللي خصو يتاخذ بشان الجماهير، حيت الكره اصلا الكره اللي جماهير. لا ماشي حل هذا، ولما كانت لما كان الجمهور ما كاينش كره. القرار يعني في غير محله، باعتبار ان الجمهور يعني كيعطي واحد الفرجه وكيعطي واحد المتعه. ممكن يديروا يعني واحد فتره مؤقته يحبسوا الجماهير، يعني بحال قلتي غير باش يعطيهم واحد الدرس بانهم باش ما يبقاوش يعاودوا. انا بادره مزيانه لان الشغب كثر في المغرب. لا ما يمكنش، حس الجمهور هو كل شيء، الا كاع ما كان الجمهور ما كاين والو. هو كاين شويه ديال الشغب ولكن فهمتي كاين اللي كيشاغبوا وكاين اللي ما كيشاغبوش، ما يمكنش تحرم كل شيء. حاجه ايجابيه انهم وقفوا المباراه الماتش ولا جوج ماتشات بين ما بنادم اصلا دار عقلو. ملي كيكون شغب في التيران ومن بعد كتكون واحد الفكره ديال كتوقف ربعات الماتشات ولا شنو، يعني كتكون يعني الانسان تيستوعب الدرس. الحكومه خصها دير قانون ليه، الا دارت قانون غيتحيد الشغب غينقص، لان بزاف تنشوفوا بزاف ديال الفوضى كاينه، ومن ضمنهم الناس ما تيمشيوش للتيران على قبل هذه الفوضى، لان كاين الكلام خايب، كاين الكراسه تيهرسوهم، كاين بزاف ديال الحوايج. في نظرك البهجة شنو هو الحل اللي ممكن نديروه باش نحاربوا ظاهرة الشغب اللي ولات دابا في المغرب؟ الحل هو اللي قلت لك، هما اللي دايرين جالسة، هذا هو الحل. أنا الأول قاعد في التيران، قاعد في التيران تتكون منفدة، تمشي من التيران تمشي دوز البركة صافي. عمرك عانيتي من شي مشكل أنت ديال الشغب؟ شحال من مرة عانيت، أنا حرمت التيران ما باغيش نمشي. علاش؟ ما لا قبل هادشي لا بالذات، شحال ما خطرات تكون اكثر هي في التيران الحارس تكون داز ولا تدخل تلقى طوموبيل كشراها بالثمن مهرسه. دونك هذا مشكل نتمناو انه يمشي، لان الا جيتي تقارن مع الوقت اللي كنتي كتلعب فيه مع دابا الجمهور كنظن ما كانش بهذا. هذيك الساعه الجمهور، ديك الساعه الجمهور تيمشي معاك لاعب خارج بلادك وغاديه معك 7000 8000. الجمهور لاعبه الوداد في مراكش جايه 15000 مع الوداد ولا مع الرجاء، تيمشيو من تماك للمدينه يدوروا يشريوا الطواقي ويضحكوا ويشطوا، ما كاينش اللي تيهضر معاهم، ما كاين لا صداع لا والو، تيقبضوا ثاني الكيران ديالهم
وتيمشيو لمراكش بعد الخطرات تيتلاقاو مراكشيين جمهور مراكش مع ديال الوداد ولا مع ديال الرجاء تيدورو في المدينه تلقاهم تيدورو بجوجهم ويدخلوا للسوق ويمشي يتقدى معاه وكل شيء ويمشي في حاله. هادشي اللي خصنا دابا نعاودو نشوفو. هادشي اللي خص عاود يرجع له. انا بغيت نعطيك 40 ثانيه شنو تقول للجمهور المغربي باش نتفاداو هاد ظاهره الشغب؟ شنو هي النصيحه اللي توجه للشباب؟ الصراحه انا تنقول للجمهور المغربي راه هادشي عيب وحرام يكون في بلاد اللي الحمد لله فيها الامال وفيها يعني من البلدان اللي للاجانب لما تيجي للمغرب تيقول لك انا ناعس مرتاح ما عنديش مشكل في شي حاجه اللي بغا توقع ولا شي حاجه. والتخص الجمهور المغربي حتى هو ياخذ الاعتبار ديال هذوك الاجانب اللي تيجيو تيقول لك جايين للبلاد اللي حنا ترتاحوا فيها. وخص راه عيب هادشي، هادشي راه يلاه ما بقى حتى في شي دوله، راه الصراحه الا جيتي تشوفها رشيد ما بقى حتى في شي بلاد الا 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 المغرب ومصر اللي عندهم المشاكل في منار وقع لمصر هاد المشاكل اللي وقع لهم عاد ولا عندهم هاد الشغف في الملاعب. حنا ما عندناش بداك الحيط ولكن انا كنقول لك حيت وقع لهم المشكل داكشي علاش ولا عندهم هاد المشاكل. اما مصر حتى هما ما كانش عندهمش هاد المشاكل. كنا تنمشيو لمصر تنلعبوا تنكملوا الماتش ونرجعوا في حالنا. دوكا ولات هي في المغرب. دونك نتمنوا ان الرساله توصل للشباب اللي كيتفرجوا فينا. راه الشغب ما كينفع حتى شي حاجه في الاخر. ارواح ما ضرها يعني لي زافير ديال الناس كطيح. شحال واحد مسكينه كاينه كاع اللي مو ما عرفات كاع مسكينه واش غادي التيران ما تعرفوش اش غادي التيران حتى تيجي تيقول لها مات في الطريق. هو بعدا ما قالش لمو راه انا غادي للتيران. حتى تيجيو عندها تيقول لها ولدك مات مع الجمهور ديال الوداد مات ديال الكوكاب ولا ديال الرجاء. مزيان نبغيو كره مزيان نعشقوا كره مزيان نشجعوا الفرق اللي كنبغيو ولكن نتمنوا ان الشغب ما يبقاش واننا نبغيو الكره بطريقه احسن واننا نكونوا خوت مع بعضياتنا واخا يكون رجاوي ووادي ومن الكوكب نكونوا كاملين خوت كي كانوا كيما كانوا شحال عطيتهم تنقول لك انا في 92 ما كاين حتى شي حاجه 92 93 94 95 كان هذا الشيء شحال كاع المده بين 95 و 2000 ما كاينش شي مده بزاف. دابا غنلعب معك واحد لو جو اخويا البهجه هو الجو ديال الكاسك. غادي نعطيك واحد الكاسك غديرو في ودنك وغادي نطلق لك الموسيقى بالجهد وغادي نقول شي كلمات غيسمعهم الجمهور وانت خصك تعرف على الكلمه من خلال الليبسينك ديالي من خلال الحركات ديال الفم ديالي. دونك غتسمع انا غنقول وانت خصك تحاول تعرف على الكلمه اللي قلت والكلمه خصك تعاودها ملي نقولها خصك تعاودها باش نعرفوا واش بصح ولا لا. الا درت لك ها راه بصح درت لك ها اوكي يلا تفضل تلقى الموسيقى يوسف. سير لا لصق مزيان لصق مزيان. دونك الكلمة الأولى هي تيزنيت. أشنو قلت؟ ماست. شوف شوف اسمع اسمع شوف منين نقول لك أشنو قلت خصك تقول لي أشنو قلت منين ندير لك هكا قول لي شنو قلت صافي يلا سير. تيزنيت نيب. لا خليك خليك خليك. تيزنيت ستيل. تيزنيت 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 نيب. تيزنيت تيزنيت تيزنيت. هاي هاي شوف شوف تيزنيت. رجع الكاسك رجع طلق الموسيقى واحدة أخرى ورزازات قول ورزازات وتيزنيت. لا
ورزازات ورزازات واتزميت رجع رجع الكاسك. هذه سهلة. البغرير البغرير بني من لعب. رجع رجع الكاسك رجع الكاسك رجع الكاسك. البغرير البغرير بنقرير بنقرير. هادي سهلة هادي سهلة. اش نقول لك انت هكا بالضحك تطلعي موسيقى. اش نطلق انا بعدا موسيقى بالمعقول. سباحة؟ لا هو تنزيع تنزيع تلاح فين؟ لا بيسين. حيد حيد حيد. اش قلتي؟ تنزيع. لا لا بقاو جوج بقاو جوج بقاو جوج بقاو جوج ساهلين. دير دير فوتك. الكوكب الكوكب. راك هبيل. لا بيل سويقات على بجا. ما عندي مساك بهجة. سي أحمد البهجة كتعرف واحد الولد سميتو هيثم في غيل. عرفتي ولا ما عرفتيش؟ هيثم في غيل واحد الوليد موهبة تبارك الله اللي عنده طاقات كبيرة في كرة القدم ومن الناس اللي تنبؤوا لهم بمستقبل كروي مزيان بزاف. هذا الولد هذا نخلي الجمهور يتعرف عليه أكثر من خلال هذا الفيديو ومن بعد غادي نستقبلوه لأنه هو الضيف المفاجأة. نشوفوا الفيديو ديال هيثم في غيل ونتلاقاو. دائما بلوغرام ميسي مراكش الصغيرة تنهال عليه العروض الكبيرة. إذا أحياء المدن المغربية كانت دائما مرتعا خصبا للمواهب المغربية ومدينة مراكش تقدم للعالم موهبة كبيرة. التقرير التالي يقدم موهبة ميسي المغرب هيثم فغيلة. عندما بات يتمتع بمواهب عالمية أبرزته نجما كرويا متألقا. يمتلك هذا اللاعب إمكانيات فنية فائقة وقدما يسرى بوأته مكانة اللاعب الساحر الذي قل نظيره بين العديد من أقرانه. ما يمكنش نتخلى على كرة القدم وتنشكر الناس اللي تيشجعوني في الفيسبوك وتنشكر عمي إبراهيم اللي تضحي معايا بزاف وعلمني بالله الرياضة موهبة وأخطاء. أنا هيثم في غير تسكن في مدينة مراكش السن ديالي 8 سنوات تنحب بزاف كرة القدم. تنشكر السيد أحمد البهجة على الكلمة الكبيرة ديالو في حقي. تنشكر أيضا الناس اللي شافوني وشجعوني في اليوتيوب. تنطلب الناس اللي سألوني باش يساعدوني. تنتمنى نكون عند حسن الظن ديالو باش نتلو كرة القدم المغربية على المستوى العالمي. دابا هيثم في غيل هو ضيف المفاجأة. تصفيقات حارة على هيثم. صباح مرحبا. مرحبا بسي هيثم. با هيثم سبعة كل شيء بخير. نهار كبير هذا. والله إلا نهار كبير هذا. أنت تبارك الله مسمين عليك ميسي المغرب ياك؟ آه. هذا هو اللقب اللي كاتو. إيه. شنو مسمين عليك خور من غير ميسي المغرب؟ في غيل. في غيل سميتك هذه؟ لا كنيتي. كنيتك.
فيغيل وسميتك هيثم. اه تبارك الله. امتى بدات الموهبه ديالك في الكره؟ اربع سنين. وفين تعرفتي على البهجه؟ عمي اللي عرفني. كان كيعجبك البهجه؟ هي بزاف. اه عمرك قلبتيه؟ لا. عمرك ما دريبليتي؟ لا. ولا حققنا لك اليوم الامنيه ديالك انك دريبليه؟ تبغي دريبليه؟ اه. باغي فيك الخدمه. باغي فيك الخدمه. شفنا تبارك الله الفيديوهات ديالك، انت من طاقات المواهب تبارك الله اللي تنبؤوا لها بانها غتكون عندها مستقبل كبير، وسمعنا بان بزاف ديال الفرق عالميه ونوادي عالميه اللي بغاوك وعيطوا عليك. مشيتي لاوكرانيا لا؟ كرواتيا. مشيتي كرواتيا لعبتي تما؟ اه. شحال لعبتي تما؟ 15 يوم. علاش رجعتي؟ حنت صغير. الله يعطيك بدو السلامة. 12. اه. وسمعت بان ريال مدريد كذلك فكروا فيك والبارسا. اه. يولي عندنا ميسي المغرب، يا سلام. فهاد المواهب هادو خصنا نهتموا بهم باش ما يديهمش لينا ناس اخرين، لان للاسف المغرب كتبان شي طاقه ولا شي موهبه في مجال من المجالات وكنديوه وكنوظفوه بلدان اخرين، ونتمنى ان المسؤولين يشجعوه وما ينساوش هيثم. ولكن اليوم بغيناك تجونغلي لنا شويه، تورينا المواهب ديالك هنايا. شحال كتقدر تجونغلي بالكره؟ نشوفو. يلا صفقوا على هيثم يلا. شكرا. برافو عليك يا هيثم، برافو عليك. ما عندي ما يتسالك والله، ما عندي ما يتسالك. انت قول لي شنو هي الامنيه ديالك هيثم؟ شنو هي الامنيه ديالك؟ الامنيه نتاعي هي نلعب مع المنتخب الوطني. هي تلعب مع المنتخب الوطني. دابا مع من دابا انت؟ مع من؟ مع الاكاديمي من فرع مراكش. الأكاديمية ديال فرع مراكش. نتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. كيعاونوك شويه كيدعموك مزيان. والقرايه تاعي راك شاد في القرايه ديالك؟ آه. غير ما تخلاش على القرايه. القرايه وكره. دابا عرفتي شنو؟ نحقق لك امنيه ديالك ونخليك تقلب البهجه. عرفتي شنو هي تقلب البهجه؟ غتزيدها في السي في. يلا تفضل اجي سي البهجات. يلا سقوا عليهم. يلا يلا سير. دخلت على هيثم. هيثم تبارك الله عليك. ما عندي ما يتسالك. البهجه شنو ممكن تقول لنا على هيثم؟ هذه الموهبه تبارك الله اللي نتمناو لها التوفيق. دوكا هو عنده قبيله قالت 8 سنين. دوكا ولات عنده 11 سنه. تبارك الله. ياك 11. وتيلعب مع الدراري ديال 21 عام 22 عام ونفس الطريقه تيقلب. ولكن للاسف عندنا في مراكش ما كاينش تشجيع بالنسبه لك. نورمالمون خص الكوكب، الكوكب اللي هي الام ديال مراكش هما اللي خصو يهتموا بهذا الدري ويدخلوا لمدرسه الكوكب. شكون رئيس ديال الكوكب؟ ورزازي. سي ورزازي تهلا لنا في هذا الوليد هذا. صفيقات على هيثم. سي هيثم شكرا لك وتبارك الله عليك اللي هضرتي معنا واللي جيت عندنا من مراكش،
ونتمنوا لك ان شاء الله مسيره موفقه وتولي نجم مغربي تشرف المغرب بحال ميسي وكريستيانو وكاع احسن منهم. صافي تبارك الله عليك. تفيقات الهيثم. سي احمد كتهضر في فقرة الصراحة ياك مستعد نبداوها ولا مازال؟ مستعد؟ سي رشيد طلال عطينا الضو ديال الصراحة. سي احمد البهجة واش عمرك بعتي وشريتي في الماتشات؟ تجار متأكد؟ واش كاين هاد القضية ديال البيع والشراء في الماتشات؟ كاينة؟ كاينة ولكن أنا ما عملنا الحمد لله تحت في هذاك الشيء. إلا كنتي أنت رئيس ديال جامعة كرة القدم شنو هي أول حاجة تبدلها؟ نبدل كل شيء. كل شيء كاع؟ كل شيء. علاش؟ إذا بغيتي تخدم وبغيتي تعطي شي حاجة للمغرب هو خصك كلشي تشطبو وتجيب ناس أخرين جداد وناس أخرين اللي بغا يتفاهموا معاك في الآراء ديالك. واش بصح عندك أحكام صادرة من المحكمة بالسجن موقوفة التنفيذ شي قضايا؟ قضية الصابو؟ لا. كاينة جاي؟ دابا انت تبارك الله حققتي بزاف الحوايج في حياتك نجحتي كرويا واش باقي عندك شي حلم مازال ما حققتيهش؟ اشنو هو الحلم ديالك؟ هو يوصل الابن ديالي داك الشيء اللي وصلت له. الابن ديالك اللي سميتو سفيان البهجة. سفيان البهجة اللي دابا كيلعب الكرة نتمناو له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. تفيقات حرة لحمد البهجة. سير بهجة غادي نخليوك تعرف على التحدي ديالك مش ديالك واحد التحدي هو هذاك. نخليوك تعرف على التحدي ديالك حالا. أحمد البهجة كنعرفو أنك نياش في القذفات وضربات الأخطاء داكشي علاش التحدي ديالك اليوم هو أنك خاصك تنيش على بعض الفواكه والخضر بالقوس والنبلة ورد البال عندك تجيبها في الدي جي واش مستعد؟ ضرب الأناناس والمونك ياك البطيخ التفاح الليمونة الكيوية وهذيك المطيشة حارب السلطان هذا. هاك اسيد يلا تبدا بهادي دابا النيفو غادي وكيطلع طيح هادي بعدا هي الاولى والو يا ما خساتك خساتو اه شوف البهجة انا عرفتينا اش عطيناك التحدي حيت قالوا لنا في الصغر كان عندك مع التنياش ومع الجبان والله العظيم جبان كاري ايوا شتي يلا برافو عليك والله الا برافو عليك سي خالد البهجة سي البهجة كل ضيف عندنا كنديروا ليه واحد البورتري
كاريكاتور ديالو ها هو الكاريكاتور ديالك البهجة. هادي واعرة. ها؟ واعرة ياك؟ هادي غتعلقها في الدار في الصالون فينا بلاصة. ها؟ فين؟ فين تنعس. تبارك الله فين تنعس؟ تبارك الله عليك سي بيجا. سي بيجا شي كلمة للمغاربة اللي كيبغيو يقدم هاد الكاميرا شنو تقول لهم؟ صراحة تنشكر الجمهور المغربي وتنشكر هاد الجمهور هذا اللي حاضر اليوم. وتنتمنى الجمهور المغربي يكون بحال هكا. ناس بارك الله فيك. السلام عليكم. We'll be right back.